يعني انا عامل امتحان وغششتهم الامتحان ومش عارفين يغشوا، يعني هنعمل النتيجه كمان شويه وانتم احرار بقى تبقوا تحكموا عليهم بعد كده. يعني خلينا نروح لنادي المصري. اعزائي المشاهدين، المصري لعب من المباريات 7 مباريات، فاز في مباراتين وتعادل في 4، لم يخسر سوى مباراه واحده امام الزمالك بهدف نظيف، 7 مرات سجل 7 اهداف وعليه 4 اهداف. التعادل مع الاسماعيلي بدون اهداف مع الجونه 1-1، الفوز على اسوان 3، التعادل مع المقصه 1-1، الفوز على غزل المحله 1-0، والتعادل مع الاتحاد السكندري 1-1، والهزيمه من الزمالك بهدف نظيف. عمر كمال عبد الواحد هو هدافه ب3 اهداف، احمد رفعت 2، محمد عنتر هدف، واحمد جمعه 2. المصري كابتن ابو العلا. بادئ بشكل جيد، احسن من الموسم اللي فات يا كابتن. علي ماهر استثمر الفتره اللي هي ما بين انتقال المواسم من خد الفريق في اخر الموسم اللي فات، عمل معاه شغل كويس، بدا بيه بشكل جيد. المصري ما خسرش غير مباراه واحده قدام نادي الزمالك، وعمل مباراه جيده، يمكن قفل بشكل جيد جدا، لكن طبعا بحل غير متوقع، بحل فردي من امام عاشور، عرف يعني خلخل دفاعات المصري، لكن بخلاف المباراه دي كانش خسر ولا مباراه. فده شيء طبعا يحسب لفرقه المصري. كابتن علي ماهر بيعرف فرق معاه جدا فكره ان عنتر موجود واحمد رفعت احد نجوم الفريق. كمان عمر كمال عبد الواحد في كيمياء خاصه بينه وبين علي ماهر، دايما بيوظفه بطريقه مختلفه تماما. دايما عمر كمال عبد الواحد مع كابتن علي ماهر، الاثنين دول يا كابتن في كيمياء مختلفه تماما ما بينهم. بيعرف يخليه هداف، بيلعب دايما في معظم فترات اللقاء بيلعب كاونتر اتاك، بيعرف ينفذها له عمر كمال عبد الواحد بشكل مميز قوي، وده فارق معاهم. وكمان انا شايف كمان ان فرقه المصري هو لجأ لفكره لعيبه كتير كبيره جنب بعض. يعني سعيد صنبوري وفريد شوقي وعمرو موسى ثلاثه او ايزي امكا الثلاثه اربعه دول لما بيلعبوا مع بعض ساعات بيقفل بيلعب فرقه كبيره، بيلعب بثلاثه في نص الملعب، بيخلي في صعوبه على الفرقه الكبيره انها تنقل الكوره. ده بينجحه قدام الفرقه الكبيره، وساعات بيغيرها، بيشيل واحد من نص الملعب المنزل عنتر يلعب 4-2-3-1 قدام الفرق اللي هي بيبقى طمعان فيها من بدري. بيعرف يستغل فكره الكاونتر اتاك، هو زي ما قلنا عمر قدامنا اهو. عمر دايما بيطلع نفسه، يعني بيعرف يلاقي نفسه مع كابتن علي ماهر بشكل مميز. انا شايف ان الفريق مادي ارقامه مش بطاله. نجم الفريق، نجم الفريق في الوقت الحالي احمد رفعت. نقطه الضعف، نقطه الضعف ممكن يكون الجبهه اليسرى. الجبهه اليسرى ممكن. نروح لامبي مع كابتن وليد صلاح الدين. امبي لعب 6 مباريات، فاز في 3، تعادل في مباراه، خسر مباراتين، سجل 7 عليه 6 نقاط و10 اهداف. المفاجاه كانت في البدايه بالهزيمه من اسوان 1-0، ثم الفوز على مصر المقصه 1-0، ثم التعادل مع غزل المحله 1-1، وده كان مسار اندهاش الجميع. زي ما قال الكابتن حلمي طولان اللي ما بيفوز على ملعبه، خسر اول مباراه من اسوان وبعدين تعادل مع غزل المحله وبعدين خسر على ملعبه من الزمالك 2-1، فاز خارج ملعبه على وادي دجله 2-1، ثم اليوم اول فوز على سيراميكا بهدفين مقابل هدف، هدفينه محمد مرسي ورامي صبري بهدفين، جيون ايبوكا ودينو بيتر وكريم طارق بهدف لكل لاعب. نادي امبي كابتن وليد، انا شايف ان النتائج كويسه جدا. نعم. بدايه رائعه للكابتن حلمي طولان، ما كناش متوقعينها. انبي على فكره يعني الميزانيه قلت، متهيألي غياب محمد شريف، غياب احمد علي، في بعض اللعيبه اللي غادرت مؤثره، لكن قدر الكابتن حلمي بذكاء شديد ان هو يتعامل. بص انت وانت بتقول على الهدافين، رامي صبري هدفين، المرسي هدفين، يعني حاجه. ده طبعا هدف المرسي جميل، والترقيصه دي عالمي طبعاً. يعني جون حلو قوي، وكان لسه نازل. لسه نازل، جاب الجونين، جاب هارد لك الجون الثاني طبعا، بس هو جاب الجونين يعني. عبد المنصف يعني هارد لك، خصوصا ان هي كانت في الثواني الاخيره، لكن يحسب لي التفكير في الشوط، هو سند وخد القرار، لكن طبعا انت بالنسبه لك بقى كحارس مرمى بدلك، يعني بدلك، وهو حتى عبد المنصف لانه كان نجم مباراه الاهلي قبلها ونجم مباراه بيراميدز، وهو عوض لهم المباراه اللي بعدها. النهارده فوز مهم جدا جدا، لان الفوز ده هو اللي خلى كابتن حلمي يبقى 10 نقاط ويبقى في مركز حلو، شامم نفسه، شامم نفسه طبعا. كريم فؤاد نجم الفريق، يعني حاجه رائعه. كريم فؤاد انت جاوبت على طول، الاهلي عايزه. لا في ناس كتير، بس كريم متالق بشكل رائع. كمان صفقه زياد بغطاس، صفقه كويسه قوي، يعني كنا عايزين نجيبه للاتحاد السكندري على فكره والله. لما كنت موجود وكنا بنتابعه في النجم الساحلي، وكان سيرد باك كويس، وهو ماشي معاهم جنب رامي صبري بشكل كويس. طيب خلينا نروح لمصر المقصه، كابتن محمد ابو العلا. مصر المقصه
لعب 7 مباريات، فاز في 3 وتعادل في 1، خسر 3، لكن الميزه انه بيعوض الخساره بمكسب، سجل 8 اهداف وعليه 8 اهداف، خسر من الاهلي في البدايه 3-1، وخسر من انبي 1-0، الكل توقع له انه السنه دي تكون نتيجه صعبه عليه او موسم صعب، لكنه عاد وتدارك، فاز على طلائع الجيش 2-1، تعادل مع المصري 1-1، خسر من الجونه 1 لكنه عاد تاني وتدارك، وفاز على الاسماعيلي 3-1، دي كانت اعلى نتيجه، وفاز على اسوان بهدف مقابل لا شيء. مروان حمدي هدافه بثلاث اهداف، ثم شملسي بيكلي هدفين، عصام صبحي هشام محمد واحمد مودي هدف. هو يمكن كابتن قال كابتن المدربين ليهم شخصيه، كنت بتكلم مع كابتن وليد قريب، قلت له ان الثلاث مدربين الوحيدين اللي بيعرفوا يلعبوا قدام الزمالك والاهلي او ما بيغيروش شخصيتهم قدام الفرق الكبيره هو ايهاب جلال. ايهاب جلال او من اولهم حسام حسن. وقلنا كابتن مختار كمان. مختار. الثلاث المدربين دول هم اللي ما بيغيروش شخصيتهم، بس بالذات ايهاب جلال وحسام حسن اللي على فكره الفرقه دي هي اكتر فرقه بتباصي في الدوري. بالظبط يا كابتن، عشان كده بقول لك ما بيغيرش شخصيته، عشان كده انت بتلاقي نمط الماتشات كلها بتاعته بيبدا بيبني هجمه من تحت، من بيبدا من خلف الامام. كام باصه صح؟ 3018. انا مبسوط ان الارقام دي والاسامي اللي بتدخل عندنا. هي دي بقى كابتن اللي بتكلم عليها شخصيه ايهاب جلال، وكمان قلنا فريق وادي دجله. هو ما بيغيرش شخصيته. فرقه بتلعب بتنقل من رجل لرجل. اربع مدربين بتنقل من رجل لرجل، غير كده معظم المدربين بتلعب قدام الفرق الكبيره بتعمل زون ديفنس بتلعب على كاونتر اتاك، لكن عدد الباصات المرعب اللي حضرتك قلته ده ده معناه ان انا فريق عندي شخصيه، فريق مقتنع بشيء معين. خلي بالك حضرتك قلت رقم مهم جدا، جاب 8 ودخل فيه 8. مظبوط. هو كابتن ايهاب مش يعني ما بيحطش في دماغه قوي ان الهدف يدخل فيه. هو يهمه ان انا حتى لو دخل فيه هدف اجيب هدفين، دي يمكن مدرسه البرازيل شويه زمان لما كنا بنسمع عنها، ان انا يهمني ان انا لو دخل فيه هدف اجيب 2 و3. عنده دايما وبمنتهى الامانه هو استلم الفرقه مش بنفس الظروف ولا نفس السكواد بتاع الموسم اللي فات، وده شيء جيد جدا ان هو عارف يحافظ على الشخصيه، عارف يطلع منهم سريعا انتاج، وعارف يطبق فكره سريعا، وقدر يمكن ماتش الاسماعيلي بالنسبه له هو عنق الزجاجه. فوزين ورا بعض هينقلوه في حته ثانيه. نجم الفريق؟ لا في الوقت الحالي يمكن انا شايف ان ممكن يكون بيكلي، بس بيضيع فرص كتير. ومروان حمدي كمان. هو مروان حمدي، مروان حمدي هو ابرزهم يعني. نعم. خلينا نروح لفاصل اعزائي المشاهدين، لان عندنا لسه باقي انديه الدوري العام، يا رب نلحق ناخدهم كلهم. يعني وعدتكم بحصاد مختلف، اعتقد الحصاد شكله غير خالص، ولسه مع نهايه الحلقه برضه في مفاجات.